السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في مسجد سيدنا الحسين في قسم الرجال زي ما احنا شايفين. دي القبلة وده الشيخ السوهاجي كان مبتهل. هذا هو المنبر الجميل بتاع سيدنا الحسين. ذكر أبو سعود في شرحه على البرد حديثا في حق الحسين رضي الله تعالى عنه وأنه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: محمد الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته والأئمة من ذريته وعترته رضي الله عنه وأرضاه. مكتوب عثمان محمد عليه وعمر وأبو بكر برد. ده باب أول مرة في حياتي أشوفه. ده في قبر سيدنا الحسين صلى الله عليه وسلم باب مقام رضي الله عنه وأرضاه. الباب مكفط بالفضة ورائع وحوليه رخام منقوش. نقرأ له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا المكان اللي بيؤدي للمقام من النحاس الأصفر بيتم تلميعه زي ما احنا شايفين. العمال بيلمعوه بمهارة شديدة لما يبقى بيلمع ويبقى في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين ما شاء الله، لأن هو منه من النحاس الأصفر ممكن هو يضطرب أو يحصل له بعض الجنزير، هو بيخلوه زي الفل. السلام عليك يا ابن بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. احنا هنا بيهتموا جدا بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه لانهم بيحبوه، ابو بكر وعمر. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، ومن يقترف حسنه نزل له فيها حسنا والله غفور شكور. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم انا قد رضينا عنك فرض عنك واغفر لنا جميعا. الناس بيحبوا سيدنا الحسين جدا في مصر. اول مره اشوف مسجد سيدنا الحسين من قسم رجال، ما حصلتش في تاريخ حياتي. ربنا سبحانه وتعالى ارسلني في هذا اليوم متاخره فشاء المولى، وهما بيخرجونا من المكان دخلنا قسم عشان نعدهم. لازم نعدهم القسم الرجال لانهم اغلقوا قسم الحريم، وده من فضل الله عليهم. مكتوب: بنى عباس حلمي بيت مجد بجانب قبة السبط. دي اشعار عباس حلمي. مش اشعار دي يا ماما، اسمها دي الحجرة النبوية، فيها اغراض سيدنا الله النبي. الله، كمان فيها ده باب السيف وعباءة سيدنا النبي، والمصحف اللي استشهد عليه سيدنا عثمان. تمام، جزاك الله خيرا. والمكحلة والشعر والعباءة والسيف. طب لماذا لا يسمح لنا برؤية هذه الأشياء؟ لأن الوزير مانع، الوزير معاه مفتاح وزير الأوقاف
تبرعا للمساجد، بس في الاوقاف مش هي نفسها. يعني نروح ندفع 5000 جنيه تبرعا للاوقاف فيسمحوا لنا برؤية هذه الأشياء الجميلة؟ مش للأوقاف، هم الأوقاف بتاخدها تبر تبرعا للمساجد، لإصلاح المساجد بس، فيدخلون هذه الحجرة الكريمة. مجموعة يعني مش بس أول مثلا. أول مرة في حياتي أشوف باب الحجرة النبوية. حط إيدك عليها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عشان تكرم كل من يقف على هذا الباب. اللهم ارض عنا. في هذه الحجرة الكريمة الشريفة بتوجد أغراض محمد صلى الله عليه وسلم. في ريحة مسك طالعة من الحجرة وهو مسك طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الباب مكفر بالفضة والباب رائع واللي جوه أرواح، وهنحاول بطريقه باخرى ان شاء الله ان احنا نشوف ايه اللي جوه هذه الحجره النبويه. ده باب الحجره النبويه المشرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا واهدي اولادنا واهدنا واهدي اولادنا وابنائنا وامهاتنا والمسلمين والمصريين جميعا. اللهم تلطف بنا وبكل المصريين وبكل العرب يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من المتقين اماما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم يا الله يا رب يا رب، ارض عنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم ارض عنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارض عنا يا اكرم الاكرمين، اللهم ارض عنا يا غفور يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. بسم الله. تسيب الناس تستمتع يا اللهم صل على حبيبنا، اللهم صل على حبيبنا، اللهم صل على حبيبنا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في باب الحجرة النبوية اللي فيها أغراض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك. يلا يا جماعه اللي صارت ربنا يكرمك، ربنا يكرمنا بأزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من أمام باب الغرفة النبوية لا نحب أن نتحرك. وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمصريين والعرب جميعا بكل الأديان واللغات يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده بقية قسم الرجال زي ما احنا شايفين. دي قاعة للاجتماعات مكتوب قل أسألكم علي أجرا إن مودة فيكم. وهذا هو السقف، سقف خشبي لأن المسجد عريق وعتيق بس رائع، ما فيهوش خشب إلا ما رائعة وجميلة. وما احنا مش عايزين نخرج من هذا المكان. اللهم صل على النبي، فتح السماء. فاضل 3 ثواني يا حبايبنا. ونختم بهذا
الأمر الجميل. وهذه الحجرة الرائعة، حجرة الحجرة النبوية التي فيها أغراض الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاءه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.